السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم على نبتة جديدة، بصراحة أنا قبل نزلت فيديو عليها، كنت أفتكرها هي تصير نبات أزهار الفكس المرجاني. بعد البحث عليها والدراسة طلع هي بصراحة مو فكس مرجاني، طلع هي نوع من أنواع الهابسكس. النبتة تختلف يعني من ناحية الأوراق والأغصان نفس الشيء، بس الألوان، شوفوا اللون، تكون الألوان خضراء وبيضة. هذه كانت تاني حاطتها بسندانة، حولتها صار شهر ونص تقريبا، حولتها بالعرض والحمد لله أمورها طيبة. أنا سبق ونزلت عليها فيديو، هو شورت فيديو، الفيديو القصير اللي صورته بحديقة المسجد، ما شاء الله مطلعة ورد أحمر جميلة بشكل. هسه أحط لكم الصور مالتها من ضمن الفيديو، وإن شاء الله إذا صح يوم جمعة من نروح على المسجد، وإذا قدرت أسوي لكم فيديو عليها مباشر حتى تشوفوها كيف هي جمالها. بصراحة ما شفت يعني غير لون الأزهار هنا، أي نبتة من عندها أشوفها يكون بها الأزهار مالتها لونها أحمر، فما أعرف إذا أكو لون يعني غير الأحمر بيها. إذا شفتها يوم من الأيام إن شاء الله أصور لكم إياها إذا أكو لون. هذا النوع هو اللي يحتاجه نفس النوع الثاني اللي هي الأوراق الخضراء، يحتاج شمس مباشرة وتربة رطبة نوعا ما. يعني هسه احنا انا هذه مستفاده من المطر، لان يعني احنا هنا بفلوريدا عندنا مطر كثير بالصيف، فمستفاده في حاله تمر فد 4 أو 5 أيام ما مطرت ممكن اسقيها. هي الافضل تنزرع بالتربه، بالحديقه اقصد، بالتربه مو بالسندانه، يعني من نوع الجذور مالتها راسا تكبر. كنت من اشتريتها كانت بسندانه متوسطه، بحيث من جد اغيرها احطها بالارض لقيت السندانة عبارة عن جذور. حتى خفت عليها بالأول يوم من زرعتها بالناب الحديقة، ظلت يومين تقريبا مو نشطة مثل الدبلانة، حتى خفت عليها، جيت أشيلها ورجعها بالسندانة، قلت خلاص خلني أتوكل على الله ونتركها ونشوف ربنا شلون يسهل. وسبحان الله هذا منظرها، صار لها شهر ونص تقريبا، راح تصير شهرين، هي هذا وضعها. حتى نشطة طلعت، شوفوه طلعت أغصان جديدة، تطلع أفرع جديدة الحمد لله. شوفوا جمالها ما شاء الله، سبحان الخالق. هذا النوع هو بس هذه النبتة عندي، وإن شاء الله بس تكبر أنا أسوي لكم عليها فيديو. الطبيعي اللي عندي كانت هذه النبتة، شوفوا هذا البس أخضر، ما تكون الورقة متخمة بالأبيض مثل اللي شفت لكم إياها. وما شاء الله هذه طولها تقريبا مترين مترين ونص، وتطلع كثير من الأزهار. شوفوا يعني بها جنابذ كثير، يعني يوم تجي تصدف تطلع فد 5 6 أزهار بها، جميلة بشكل. هذا اللون الأحمر، وسبق أيضا نزل أني عليها أكثر من فيديو، وحتى كاثرتها عندي أغصان زرعت من عندها ما شاء الله، الأمور طيبة، بس انتظرها شوية تكبر حتى أحولها بالحديقة أو أوزعها بكل المكانات. هذا اللون الأحمر، هنا اللون الأحمر، وسبحان الله صار زرعتها هي والجهنمية بنفس المكان، سبحان الله. والجهنمية دي تجي عليها يراد لها ترتيب إن شاء الله وقص، حتى اشوف لكم اياها. والكاثرت من عندهم، وكاثرت من عندها عندي خلف البيت، مكاثرتها وامورها طيبه ان شاء الله، اشوف لكم اياها. ايضا بس تحتاج شمس مباشره وتربه رطبه نوعا ما. يعني مثلا هسه احنا بالصيف، وخاصه مثلا الدول العربيه، ممكن السقي مرتين بالاسبوع او 3 مرات، لان الجو حار وجاف. احنا الفرق هنا عندنا رطوبه عاليه، ودرجة الحرارة من بين 36 إلى 40 توصل، طبعا بالدول العربية تكون أكثر. فالسقي خلوه مثلا بين يوم ويوم، إذا شفت التربة جافة لا، ممكن يعني 3 مرات أو 4 مرات باليوم. والأفضل تزرعوها بالحديقة. هذه كاثرت من عندها، طريقة الإكثار مالتها قص، وأستخدم يعني أقص أغصان تقريبا ب10 سنتيمتر، وأيضا نزلت فيديو عليها على طريقة الإكثار.
هو استخدم هرمون التجدير او جل الالوفيرا او العسل والقرفه الدارسين، نخلط ملعقه من العسل وملعقه من الدارسين، وممكن نسويهم مع بعض ونغمس الغصن ونزرعهم بالحديقة. هذه مجموعة، هي هذه اللون، ومثل ما قلت هذاك اللون، أنا زرعتهم اثنيناتهم تقريبا نفس المستوى. هذه وحدة، هذه أكبر وحدة، هي تقريبا صارها سنة وشوية، وعندي هذه هي اللي موجودة هنا، هذا نوع، هذا لونها الأبيض والأخضر. هذا Good morning. هذا وهذا اللون. وبعد عندي بالحديقة من الجهة الثانية، خليني أشوف لكم إياه، هذا الوردي، هذا اللون طبعا، لون طبعا هذا الوردي، يصير أكو عندي لونين بالنبتة هنا، غصنين بصراحة، اللون الوردي هذا الغامق واللون الفاتح، وما أعرف بالصدفة لأن أنا من اشتريتهم أي وحدة أجيبها أخليها تقريبا أسبوع أو 10 أيام وأزرعها بالحديقة. من شفت اللي لونها أحمر أخذت أمور طبيعية بالحديقة فزرعتهم، فباعتيادي هم من حاطين القطعة ما ذاكرين اللون اللي مثلا هسه هذه، كل نبتة يحطوا لها ورقة مثل هذه، هذه حاطين اللون صورة لها، فعرفت بأنه هذه صفرة، فطلع الصفرة والوسط مالتها وردي على أحمر. الباقيات هذول ما اكو قطعه بس ما كاتبين اللون، زرعتهم ايضا بالحديقه. هذه وحده، هذه صغيره يعني اخذتها هسه شويه الحمد لله، شوفوا حتى نشطه بتطلع ازهار. وهذه الثانيه فسبحان الله صاروا ثلاثه بنفس المستوى، هذه وهذه وهذه، فخلاص بس انا راح احاول ان شاء الله اكثرهم، واحاول اغير بالمكانات يعني اللي اكثرهم ازرعهم بغير مكان. طريقة الإكثار مثل ما قلت، غصن تقطعونه وتستخدمون هرمون التجدير أو القرفة مع العسل أو جل الأوليفيرا، تغمسوها وتغمسوها بالتربة، ما تحتاج تجدير، ازرعوا مباشرة. هاي المجموعة اللي عندي، والتجدير يعني سوري أقصد الإكثار بأي وقت ممكن، ممكن أنتوا تزرعوا. اللي مثلا خاصة مثلا الإكثار أنا شفتها بأفضل طريقة، من تكاثروها تستخدمون مثلا تقصون غصن وتغمسونه مثل ما قلت بجل التجدير او اي جل ما عندكم موجود، ومن تخلوها غطوها بالبلاستيك حتى تولدون الرطوبه، خاصه مثلا هسه مثلا بالصيف الجو رطب، الجو حار، فتحولوا لها الرطوبه تكون دائما حتى التربه ما تجف. استخدموا البلاستيك، استخدموا البلاستيك إلها حتى تولدون الرطوبة إلها، وأيضا تحموها من التيارات الهوائية اللي حتى ما تحركها. خليني أشوفكم يعني شو مثل أقصد بالبلاستيك. أنا قبل تقريبا قبل أسبوع سويت للشنو للهيدرا، سويت هذه الطريقة وانتظرها تكبر، خليني أشوفكم كيف هي الطريقة. الطريقة مثل هذه هسه، مثلا الهيدرا أنا سويت هذه الطريقة، شوفوها قنينة مال مي وقصيتها من الوسط وزرعت بها الهيدرا هنا وخلتها، شوفوا امورها صار اسبوع. هنا حاطتها انا خارج البيت، اذا خليتوها خارج البيت خلوها في مكان يكون ظل، تحتاج اضاءة طبيعية بظل حتى تستفاد من الاضاءة الطبيعية وايضا الرطوبة. اذا خليتوها داخل البيت خلوها مكان مثل قريبة على الشباك او باب زجاج حتى تستفاد من الاضاءة. أنا بصراحة أنا خليتها شوفوا بحيث إضاءة الشمس تجي عليها، شمس مغربلة بالظل، فهي متولدة الرطوبة إلها كاملة وباقي على وضعها هذا. فأنتوا نفس الشيء سووا إذا تريد تكاثروها هسه مثل هذا، شوفوا ايش قد أغصان بها ما شاء الله، راح أكاثر من عندها حتى أقدر أوزعها بالحديقة على كل المكانات. خليني أشوفكم اللي هي خلف البيت وبعد ما شلت البلاستيك معدها كيف صارت. خلف البيت اللي زرعتها اول شيء مال الهابسكس وغطيتهم ببلاستيك، وشوف ما شاء الله امورها طيبه. هاي صار لها شهر ونص وما شاء الله شوف طلعت، يعني اعتيادي طلع فد غصنين ما طلعوا، هاي جربت من تجربه، كان اكو غصن واقع من كثره المطر فمايل على جنب، قصيته يعني ما كنت اريد يعني اكاثرها بصراحه، فقصيت هذا الغصن قلت خلاص خليني احطه هنا واغطي بلاستيك، والحمد لله يعني طلعوا اثنين من عندها
واثنين ما طلعوا الحمد لله، هذا فضل من الله. المهم هو هذا شكلها اللي هي كاثرتها، غطيتها ببلاستيك وورا شهر تقريبا شلت البلاستيك وهذه امورها. هو مثل ما ذكرت الهابسكس يحتاج شمس مباشرة، سقي عند جفاف التربة تقريبا من 40 إلى 50 من سطح التربة، والأفضل تزرع بالحديقة ما تزرع بسندانة لأن جذورها من النوع بسرعة تكبر وتمشي، فالأفضل مثل الجهنمية سبحان الله، الأفضل بأنه تزرعوها يعني بالحديقة بالبداية. إذا اشتريتوا سندان اشتريتوا أي نبتة لا تحولوها رأسا بالترب، يعني مثل بغير سندانة أو بتربة ثانية أو تستخدموا لها أي سماد، لأن هو اعتيادي أبو المجدل مستخدم سماد حتى يخلي نباتاته حلوة وزاهية وتغري الواحد وأي واحد يشتريها وتظل بنشاطها أيضا حتى مثل جمالها. اللي يمر فد يعني إذا تريد تنقلوها يمر فد 10 أيام أقل شيء أسبوع، 10 أيام أو أسبوعين يلا تنقلوها بالحديقة أو على غير سندانة. أما التسميد خلي يمر 3 أسابيع أو شهر يلا بعد ذاك الوقت تستخدموا السماد لهم، لاعتيادي مثل ما ذكرت أبو المشتري مخليلها سماد. واللي تحتاجه مثل ما ذكرت شمس مباشرة، تربة نوعا ما رطبة تتكاثر بالأغصان، أقطع غصن وأضيف الهرمون تجدير أو الأليفيرا أو شنو عندكم جاهز للتجدير وتزرعوه مباشرة، غطوها ببلاستيك حتى تولدون الرطوبة إلها وتحموها أيضا من التيارات الهوائية ليظل الغصن رايح وجاي وما تطلع الجذور مالته. ولهنا وصلنا على نهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب أكون وفقت بذكر أي كل المعلومات اللي يحتاجها النبات، وأيضا لا تنسوني بالإعجاب والتعليق، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وبإذن الله أشوفكم فيديو قادم في أمان الله يا أحسن متابعين، مع السلامة.